عليكم جميعا. طبعا انا وايد مستانسه ان طلبيه موقع ايوه وصلتني. عاده انا مو بكل الوان العدسات اللي علي، عشان شي اخترت مجموعه من موقع ايوه بما انهم هم متخصصين بكل ما يخص العيون من عدسات ونظارات، ودائما عندهم الوان متميزه ودوم ينزلون الوان جديده، فطلبت مجموعه بجربها. وايضا طلبت نظارات حلوه من ايوه. مستانسة اني بفتح البوكس الحين وبشوف الاغراض. احلى شيء الباكجينج يوم يوصلكم من موقع ايوا، كيوت وحلو. جاهزين الكشخة؟ طبعا جاهزين. هذا التطبيق فتحت لكم، شوفوا اخر النظارات الشمسية للنساء او حتى للرجال، كل ما يخص عالم العدسات بمختلف الماركات. القائمة مالتهم بتشوفون نظارات شمسية وطبية وعدسات طبية وأيضا عدسات ملونة. لازم تضمنون أن كل هذيلة في موقع أيوة كلهم أصليات 100% وتقدرون تبدلونهم خلال 30 يوم. أحلات نظاراتهم الشمسية بالأشكال والألوان. هذه الكات آيز حلوة وايد، طلبت تقريبا نفسها، برويكم اياها الحين. هاي النظارة اللي طلبتها من موقع ايوا، شوفوا كيف تجيكم ومغلفة بكيس من برا. الكيس اللي يحمي النظارة اللي طلبتها. هاي النظارة بجربها وياكم. وايد حبيت القصة مالت النظارة، أول مرة أطلبها حسيتها غريبة علي بس وايد حلوة. شوفوا كل أنواع العدسات عندهم وكل الماركات، من فريش لوك، من بيلا جلو، بيوتيز، عدسات كور، سما، أنستيزيا، فريش لوك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.